بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 26. وكنا قد استعرضنا في حلقتنا السابقة بعض أسئلته التي بعث بها، ووعدناه بعرض البقية في هذه الحلقة. وهذا سؤاله، يقول فيه: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، توسل فيه إجمال ينبغي تفصيله. نعم، توسل بالنبي أو بغيره إذا كان المقصود من طلب الدعاء من الشخص في حياته بأن يأتي إلى رجل صالح ويقول ادعو الله لي بكذا وكذا، فهذا لا بأس به. فقد توسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالعباس الاستسقاء، قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم أمر العباس فدعا الله عز وجل. التوسل الذي من هذا القبيل، الذي معناه طلب الدعاء من الشخص في حياته، هذا لا بأس به. أما التوسل بمعنى توسط بالأموات والغائبين وسؤال الله بهم عز وجل، فهذا أمر مبتدع ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه بدون أن نجعل بيننا وبينه وسائط الدعاء، وإنما جاز طلب الدعاء من الحي لورود الدليل لذلك. أما الأموات والغائبون فإنه لم يرد ما يدل على أنهم يتوسل بهم، فالذي يفعل هذا يكون قد فعل بدعة ومحدثة في الدين. وإذا انضاف إلى هذا أنه يتقرب إلى هذا الواسطة بشيء من أنواع العبادة، هذا شرك أكبر، وهو الذي كان المشركون يفعلونه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كان معنى التوسل أنه يطلب من الشخص الميت أو الغائب أن يقضي حاجته أو يتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة كالذبح له والنذر له وغير ذلك، فهذا شرك أكبر. أما إذا كان المراد بالتوسل هو أن يقول اللهم إني أسألك بحق فلان وأتوسل إليك بفلان ونحو ذلك، فهذا من البدع والمحدثات في الدعاء، الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: هل هناك اتصال حقيقة للإنس بالجن؟ وهل صحيح ما يقال بأن هذا الشخص لمسه جن فأصبح هذا الجني يتكلم على لسانه أم لا؟ نعم، ثابت أن الجن يصرعون الإنس ويصيبونه، والله تعالى يقول: المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبوره عند البعث إلا كقيام المصروع الذي أصابه الجن وخالطوه، وذلك أن المرابي والعياذ بالله يتضخم بطنه، فإذا أراد القيام فإنه يسقط، وكل ما أراد القيام يسقط فضيحة له بين الخلق، فهو يشبه المصروع الذي أصابه الجن والشياطين. هذا دليل على إصابة الجن للإنس، وهذا شيء ثابت ومعروف تجربة والحس، أن الجن يخالطون الإنسية ويخبلونه ويصيبونه، إما لأن الإنسية قد ضرهم وهم يريدون الانتقام منه، وإما لأنهم يعبثون به أو لغير ذلك من الأغراض التي يريدونها. الحاصل أن إصابة الجن للإنس بالصرع شيء ثابت، ويدل عليه القرآن، ويدل عليه واقع التجربة والمشاهدة، ولا ينكر هذا إلا جاهل. ما هي أفضل وسيلة للعلاج من هذا؟ أفضل وسيلة للعلاج من هذا قراءة القرآن على المصاب. نعم، قراءة القرآن الكريم ورقيته بالأدعية الواردة والآيات القرآنية، ويزول بإذن الله. نعم، ما يفعله بعض المشعوذين والدجالين في هذا الوقت من عمل مدعين في ذلك أنهم يخرجون هذا الجني من جسد الإنسان، ما أدري ما نوع العمل الذي يعملونه. نعم، يعملون عدة أعمال، قد أيضا يوصفون له بعض الأدوية وبعض المشروبات أو بعض لا الأصل. نعم، الأصل في هذا أنه محرم،
لا يجوز العلاج بمثل هذه الأمور إلا بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية وغير ذلك. نعم يعني بعض الأنواع قد يصل إلى ضرب نفس المريض المصاب. نعم موجعا. قضية الضرب قد تكون صحيحة. نعم قد تكون صحيحة إذا تأكد أن هذا الشخص فيه مس من الجن. إذا تأكد هذا وثبت أنه مصروع وأن الذي لابسه من الجن فلا بأس بالضرب، والضرب لا يقع على بدن الإنسي وإنما يقع على الجن إذا كان متأكدا من وجود الجن. إذا كان متأكدا وجوده ومسه للإنسي فإن الضرب لا يقع على الإنسي ولا يحس به وإنما يقع على بدن الجن. ولذلك إذا أفاق وذهب عنه ما يكون للضرب أثر في بدنه ولا يحس بهذا، ولكن ما كل من أصابه شيء من الأمراض يكون مسا من الجن، قد يكون فيه